يعرفوا الناس الكل انه ظاهره المخدرات هي مش جديده، هي ظاهره قديمه لكنها في تنامي عمال وتكثر في المجتمع نتاعنا وبكميات كبيره للاسف الشديد، والشيء هذايا نتج عنه تنامي ايضا ظاهره الجريمه، لانه يقول لك قام بالجريمه هذيك تحت تاثير المخدرات واغتصابات وجرائم قتل وما الى ذلك. اليوم رئيس الجمهوريه أعلنها حرب بلا هوادة ضد الفساد والمفسدين، شنو رأيك مواطنة تونسية؟ شنو رأيي؟ أول حاجة نقول لكم نهاركم عسل، نهاركم زين، وأنا نقول لك يا سيادة الرئيس شكرا لك ثم شكرا لك على المبادرة متاعك هذه، وأنت توا بديت تحط، مش بديت، أنت بادي، أما توا بدأ يظهر لكونك أنت تحط في الداء، معناها تحط في الدواء عداء، لأن الشيء هذا يكثر ولا معناها مباح، والديار ولات فيها الأمور هذية، فيها الفساد وفيها الحرابش وفيها الزطلة وفيها العباد ولات تمشي سكارة وما همش سكارة، واللي يدغر بوه واللي يدغر أمه واللي يدغر أخته، واللي معناها هذا كله منين جاء؟ كان ثم تراخي، كانت أعين لا تبالي، كان الكلام زاد البذيل، وما أدراك من الكلام البذيل، لو معناها تعمل نظرة على معناها الكلام الزايد. راه واش نقول لك، تونس راهي خذات نصيب من الشيء هذايا، معناها مش معقول، لا يحترموا امرأة لا يحترموا راجل لا يحترموا، ما ثماش احترام، تمشي كاينك ماكش في بلادك، كاينا ماناش عرب. راهم حتى الفرنسيس كي يعملوا يعرفوا كيفاش يعملوه، هذوما راهم عداو الخط الاحمر، خط الاستواء عداو ومعناه وبراء والدنيا كل. احنا هذه احسن مبادره، راه احسن مبادره بالزاده، شلاك تكويجه شلاك تكويجه شلاك تكويجه. انا تو ندور ونشوف في البلدان، معناها فارغين، معناها سمي معايا الشمال وغيره وغير غيره، الدنيا فارغه ما ثمش خدمه تحرك، ثم معناها حاجات اللي تنجم تتعمل باش يخدموا، راهو ثم الاراضي الشاسعه، خلي الشباب يخدم ارضه ويخدم دنيته ويتلفت روحه، وكل انسان يشد تركينته. تونس تعبات، تونس تعبات، خل تنقص من الحكايات هذه الزايده، ما يعملوهاش في بلادهم وجو يهبطوها يعملوها لهنا، خاطر هنا ما يراهم حتى حد وما يشوفهم حتى حد في بلادهم، الناس كل العينين هكا تعمل. أنا نقول لك شكرا فشكرا فشكرا يا سيادة الرئيس على ما قاعد تقوم به، وإن شاء الله احنا أيدناك واحنا رشحناك، واحنا أنا زكيتك ورشحتك وخدمتك مع وساندتك من تونس التوزر ومن توزر الجربة، وما خليتش تركينا اللي ما مشيت لهاش حتى البنقردان، معناها على طريقتي أنا وعلى أموالي الخاصة، فهمتني؟ حبا لتونس ترجع لها هيبتها وترجع لها قيمتها. أنت بادرت، نتمنى لك تكمل، وإن شاء الله معاك، وإن شاء الله أنت على خطان ثابتة، وإحنا ما نسلموش فيك مدام أنت على خطان ثابتة. صحيح كلامك، شيء أسف على الشعب التونسي. أنا عندي ولد أختي عمره 10 سنين، كل اللي يروح من القسم الثالث فركس لها جيوبة، وش عملته وما عملتش. يزم الهني عازب، انا ولد اختي يزمك تطبعي غشير باش ما يخرجش على السكه نتاع، وطبيه على الخلطه الزايده، لا هذاك باش تخافي على اولادك معناتها، وبيحول الله شبابنا بخير. دور العائله يعني مهم، العائله الام والوالد بابا هما يكبسوا على الطفل وعلى بنت زاد، ايش عملت وما عملتش. عندي ولد اختي نعمل لك هكاك 10 سنين ونطبع فيه باش الطفل ما يخرجش على السكه، يقرا صحيح، ما غشير ما تقعدش حسرته في الدار، خليه يحوس، خليه يلعب الكوره مع الحومه مع الزر، اما ما يخرجش على السكه نتاع عيلس كثر، ترى ديما في سكته كاك. انا الشباب يسمعك، اهل مكه ادرى بشعابها. انا كمواطن او كرجل تعليم ديما في مبادئ ولا نحط ديما في مخي انه الدوله هي عند الحكومه نتاعها هي القاطره اللي تقودها، هي اللي تمشي بها اللي تحل لها مشاكلها، فهمتني؟ المواطن في الوقت نتاع تو ما عليه كان انه يكون معناتها يعاون الحكومه، يعاون الدوله باللي يقدر عليه من منطلق العمل نتاعه، الاداءات، معناتها الواجبات، انه يقوم بالواجبات نتاعه، والاخرى فما الحكومه هي اللي تقوم بدورها، فهمتني؟ المواطن شريك فعال في الحوايج لكن مش بالدرجه، معناتها فما قضاء فما قانون.
تشاطر الدولة الرأي، لأنه اليوم انتهجت نهج جديد الدولة في محاربة المخدرات، متمثل في تسليط الضوء على البارونات الكبيرة. مش اليوم ماشيين مثلا باش يوقفوا فقط المستهلكين أو صغار الباعة متاع المواد السامة هذه، اليوم قالك احنا باش نمشيو للعصابات الكبيرة. هو كلام نترقبوا التطبيق، لأنها بارونات، لأنها مافيات كبيرة عندها تاريخها، عند الجهور متاحة، عندها ما نعرفش علاقات ما نعرفش مع دول أجنبية، مع ما نعرفش. أنا كمواطن نحكي على روحي، أنا تبني حواج كبيرة وبحر كبير، يجب معناته لابد الحكومة من قوة ومن جبروت ودراية وخبرة، يكون عندها خبراء معناتها فهمتني، باش نجم تقاوم أنا مكان من المنطقة اللي معروفة كأنها قود بين المعقفين بما يعرف بالتهريب، مافيات كبيرة معناتها وقوة كبيرة تطلب. والحاجة اللي تحيرني كمواطن، عش قلت لك أنا رأي الحكومة اللي هي أهل ومكة أدرى بشعابها، أنا نمشي أنا وكل ناجب ومنديل وغيره هي بتخدم وتشري وتحرر، معناتها حكاية مش مفهومة. الفساد المقنن ما نعرفش، أنت ربما تعرف ما من الميدان الإعلامي أو نعرف أنا ما نفهمش، معناتها حاجة مش نفهمها. تهريب الرافي كل نهار نعيشه، نشرف في التهريب، تليفوناتنا مهربة، قطاع الغيار مهربة، الإلكترونيك مهرب، عندهم الأمن، عندهم حماية مدنية، عندهم الحوانت متاعهم، فما حركة، عائلات تخدم، عائلات تعيش منها، فما مدن ومناطق تو اتقامت على التهريب، معناتها ولا بد من أن يحطوا الحاجة في إطارها. فما تمشي جديد من قبل الدولة يقولك اليوم احنا ما عادش باش نركزوا على يستهلك وإلا على البيع الصغير، باش نركزوا على عصابات البارونات الكبار. اي وين هما ذوك بسمع؟ وين هما البارونات؟ شكون يدخل فيها السموم هذيك؟ شكون يدخل فيها للبلاد؟ كيفاش قاعده نقصوا هذاك، نقصوا الحكايه ذيك، كيفاش مثلا الشعب ينقصوا الراس؟ يعطيك الصحة، خاطر غادي شفتي أختي أجيال قاعدة سامحني في الكلمة، قاعدة تفسد، قاعدة أجيال ورا بعضها من الكبير الصغير، فما شكون يطيح في شكون؟ شكون يعني هذيك ما مش مفسرها لك بطريقتي أنا، خدمة ولات يخدموا بيهم، والبارونات مش معروفين هما ما وراء البحار كما يقولوا فيها. ظهرة خايبة وظهرة تقلق برشا في تونس، واختي ما نعرفش، ما عنديش تعليق، كثروا برشا صافي لونتون، قبل ما كانتش مهما توصف، ما كانتش قبل كيف من هكا باللي توصف بالطريقة ذي. راهي عصابات راهي منظمة، راهي إجرام، راهي يقول لك أنا ميت لي جون، يعني في 26 25 انا ميت، ما يحسش، يتبراكي، يضرب، يعملهم الكل عادي عنده، يعني مهدد المواطن، مهدد الشعب، مهدد كل شيء. يعني هذه الظاهره هذه اللي فسدت البلاد، اللي فسدت منعرش المجتمع. وبصراحه يلزم يعني يتصرفوا في الحكاية ذي، والرئيس يركزوا معها الدولة، ما نعرفش شنية السلطة، يركزوا مع الحاجات هذه. راهي الشارع خياب خياب خياب، أحسن ما عملوا هذا الطريق الصحيح، وهذا كانوا نجموا يعملوه قبل، راهو فايقين به وحبوا يعملوه قبل، ولكن البالونات ما خلاوش، ما ينجموش، أقوى من الدولة كانت البالونات أقوى من الدولة. والدليل احنا ما نسيناش زيرو كوندويت اللي عملوا منظر بن عمار وجماعة في قمرت، الكلنا شباب، الكلنا بناتنا والكلنا ولادنا، والكو حتى الكبار، ومشاو واستغناوا ثروة على حساب الشعب المدمر. أحسن ما عملت الدولة، ولو تحط 500 في الحبس، 1000 في الحبس ونرتاح مرة واحدة. يلزم العقاب، زاد عقاب كبير، مش عقاب، ردع كبير، مش يتعدى للواحدة من بعد يقولوا شهرين حبس وزوز ملايين خطية، لا لا
ويكون ردع 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 ردع. إذا كان مشى في الطريق هذه ما كيفاش كانوا، ما كانوا البالونات هما اللي يحكموا البلاد، يتعدى واحد من هذوما برا روح على روحك اطلب السماع ومشي. تولى بارك الله فيه رئيس الدولة فاق بالمشاكل. قرآن ربي سبحانه وتعالى نزل القرآن، تم علم اسمه علم الأسباب النزول، علاش نزلت الآية. احنا ما نقولوا علاش كثر الصراع في بلادنا، اي ما نمشيو نخليه نشدوا المواطن اللي يستهلك سيجار ويقول له عامين ونقضيه على مستقبله ونسيبه الاخر يصور لنا. اي نعم اي نعم. الروس الكبيرة أنتو شابرة في بلادنا على الأقل في الماضي، في الماضي القريب جدا. يقول لك البارونات الكبيرة يعرفوهم الناس الكل، حتى الأمن في بعض الأحيان يكون عارفهم، لكن شكون يتشد؟ يتشدك المواطن الزوالي تلقاه تكيف جونتا للأسف الشديد، وهو غلط راه مش قاعدين نبرروا له، لكن الروس الكبيرة هي اللي ما تتمسش في كل شيء اللي يقع في بلادنا. ضحيته المواطن، يخلص المواطن في سلينا سلينا الرش وعمال الناس خلصوا الزبوليسية الواحد الكل خلصوه، الناس القلال المزمرين الأداءات مخلصها كاننا المواطن. وانتي هنا يعطيه الصحة وبارك الله فيه، والطلب متاعنا احنا كشعب يلزم يا اخويا يقفوا الناس هذا. تراحي تراحي اشتر البلاد، خلي اشتر يمشي العبد يضرب الثلث لنجاح الثلثين. شنو هذا؟ كانت يهبط بالمرسيدس قدام افريقيا هنا وتبدا الزطره الواحد في مال كيلوات، كلمهم حد ويعرفوهم ويتعدى ما كلمهم حد. وانا كي يتعدى تلميذ صغير خذا سيجارو يقضي عليه على المستقبل. على كل حال ان شاء الله ان شاء الله نمشيوا للباهي، ان شاء الله تونس احسن، والبالونات والفساد اللي قاعدين ينبروا من برا وين باش يوصلوا تونس؟ وين كل شيء اللي عملوه خسروا فيه او ربح؟ ما قالوا في صندوق او صندوق وعماهم بصندوق، ما قالوا ما يحصلش في الاستفتاء او حصلوا الاغلبيه واحد، ما قالوا مجلس النواب ما نجمش يمسوا او مسوا وبارك الله فيه في القضاء اللي حطوا عزوا مجلس النواب في الحبس وقت البارح. بدات تعفى بلادنا، بدات تعفى بلادنا وان شاء الله يواصلوا ان شاء الله. احنا معاه واحنا نحبوا، وخاصه انا الكبار نحبوا يشد السنين هذه، والاخرين خليه كلبين بحال الطياره.